السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. معنا الموتوسيكل اللي قدام حضراتكم ده موتوسيكل دايون 6. الموتوسيكل زي ما انتم شايفين كده مبهدل، الضفيرة بتاعته مبهدلة خالص، وفي فيشة هنا مش موجودة بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هنا وهنا برضو وهنا نفس الوضع كده اهو، الضفيرة مبهدلة خالص. طبعا الموتوسيكل ده كانش راضي يدور، فجأة كده مرضيش يدور مع صاحبه، فراح وداه لحد ميكانيكي. الموتوسيكل اللي عند الميكانيكي حوالي 3 أيام أو 4 أيام ومعرفش يشغله، وجالنا الموتوسيكل تاني برضه مش راضي يدور. طبعا احنا مش عارفين ايه اللي فيه بالظبط، ولكن من الواضح ان السبب هنا سبب كهرباء، زي ما احنا شفنا كده في عق كتير في الأسلاك وتقطيع كتير وتلحيم بالشكل ده هو ورا وقدام في الضفيرة وهنا. طبعا هو بيقول ان الموتوسيكل مش جايب كهربا، مش فاهم ازاي يعني. فاحنا ان شاء الله هنشوف القصة دي مع بعض، وهنتعرف برضو على طريقة توصيل دائرة التشغيل في الموتوسيكل الدايون 6 ده، عشان الناس تاخد بالها وما يشكلش عليها الامر، لان الدائرة نفس الدائرة بتاعت الموتوسيكلات العادية، ولكن في اختلاف في نظام التوصيل. يعني هتلاقي نفس السلوك ونفس الالوان، ولكن في اختلاف في النظام شوية عن الموتوسيكل العادي. فاحنا دلوقتي هنشوف هنوصل دائرة التشغيل من الاول، وهنا هنيجي اول حاجة على الكفاير ده هنغيره، تمام، ان طبعا مفيش فيش ليه، الفيشة بتاعته اللي هنا مش موجودة خالص. وهنجيب الكفاير العادي بتاع الدايون 6 العادي اللي هو فيش مربع، وهنركبه بدل ده هو، نوصل دائرة التشغيل مع بعض ونلحم السلوك ده هي، وبعد كده نشوف هل العيب عيب كهربا برضو بعد ما نشغل الدايرة ولا لا. هنبدأ سنة سنة، فخليكم معانا، وياريت ما تنسوش تعملونا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، ولايك للفيديو عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. مبدئيا كده خلينا نبدأ من قدام. عندنا الكونتاك هنا بتاع الموتوسيكل ده هو، او دائرة التشغيل بتكون شغالة على الكهرباء، على الكهرباء البطارية، تمام. الكونتاك هنا بيكون 3 طرف زي ما انت شايف، طرف اسود سادة اللي هو مرجع كهرباء، والطرف الاحمر اللي جاي من البطارية، وطرف البطال، ويعتبر الطرف ده هو ملغي مدموج في السلكة دي، تمام. طرف البطال هنا نفس اللون بتاعه، ولكن نفس اللون العادي اسود بخطبط في المكن الصيني العادي، ولكن يختلف هنا ان ده في المكن الصيني بيرجع لأرضي عشان يفصل، لا هنا ده بيرجع لي كهرباء. ده ملغي ازاي؟ يعني ده مدموج في ده ازاي؟ لان الطرف ده طبعا بيكون مرجع كهرباء من الكتلة، من زرار البطال في الكتلة، فبالتالي بمجرد انك انت بتقفل الكونتاكت بتفصل الكهرباء عن المكنة كلها، فبالتالي المكنة بتبطل. طيب ما فصلتش انت، مش عايز تفصل من الكونتاكت، بتفصل من البطال، بيكون الطرف ده هو طالع من الكونتاكت معدي على البطال الاول، وبعد كده راجع ورا دائرة التشغيل. اذا فاحنا عندنا اول حاجة هنا الطرفين دول، الطرف ده هو بيودي كهربا مش بيودي ارض، عشان الناس تاخد بالها من النقطة دي. الطرف الاسود بخط ابيض بتاع البطال ده بيرجع كهربا الالكتروني ورا. لو هتبص في الكتلة هتلاقي توصيلة الطرف زرار البطال، طرف اسود بخط ابيض الراجع، والطرف الاخضر اللي هو المفروض داخل للبطال. الاخضر ده بيكون ارضي في المكن العادي، بيكون داخل ارض، ولكن هنا الامر مختلف، ده الاخضر هنا بيكون داخل كهرباء. يعني احنا لو جينا بصينا اقتصادي في الكتلة هنلاقي هنا ده سلك اسود سادة، السلك الاسود سادة ده جاي كهرباء راجع من الكونتاكت ومدخل على السلك الاخضر، والسلك الاخضر مطلع لي الاسود بخط ابيض، تمام، مرجحهولي برا، مرجحهولي ورا على الاكتفاير. اذا في الطرف ده هو المفروض يجيب معاي كهرباء، تمام. وقلنا زي ما قلنا الطرف ده هو لو ملغي مفيش مشكلة، مش ملغي برضو مش هيدور معانا، يعتبر ملغي. عندنا السلوك زي ما انت شايف كده متقطع بالشكل ده هو، فاحنا اول حاجة هنيجي على الطرف ده، ده الطرف اللي راجع ورا من البطارية، تمام. هنجيب له حتة سلكة نعمل له وصلة بيها، ونبدأ نقفلها ونجمعها على بعض، تمام. ده طرف اهو منهم،
بالشكل ده هو، وعند الطرف الثاني اللي بيكون جاي من الكتلة مش من الكونتاك، لأن الطرف الكونتاك هنا أصلا فاصل تمام مشغلش، يعني المفروض إن هو بيخرج معايا كهرباء. لأ لو جينا اختبرناه هنلاقي إن هو إيه، هنلاقي إنه مفيش خروج للكهرباء منه خالص. دي لمبة الاختبار اهي بالشكل ده، وهنلاقي اهو كده الكونتاكت مفتوح، المفروض يرجع لي الكهرباء لورا مش شغال. لو جينا اختبرنا الطرف ده هو بتاع الكتلة بتاع البطال برضو كده هو، وهنفتح البطال هنلاقي فيه كهرباء، هفصل البطال اللمبة هتفصل، يبقى انا اذا هوصل تبقى التوصيلة بتاعتي مع طرف الكتلة، وهنلغي الطرف بتاع الكونتاك ده، الطرف الرئيسي اللي بيرجع الكهرباء للاكتفاير ورا عشان خاطر المكنة تشتغل. كده بالشكل ده، وهنلغي الطرف ده خالص لان كده كده بيفصل من على الكونتاك الكهرباء تمام. كده احنا وصلنا دايره قدام، هنرجع لورا، هنرجع هنا لورا هتبقى عندنا الفاير كده اهو، وهنبدا نشيل السلك المتوصله دي ونوصلها على الاكتفاير الجديد. طبعا ده سلك البطال اللي هو جاي من قدام واللي المفروض يدي معايا كهرباء اثناء ما بكون فاتح الكونتاك ومنزل زرار البطال تمام. كده زرار البطال مرفوع فبالتالي مقفول، يعني فبالتالي مفيش معايا كهرباء في اللمضة. لو انا هحط اللمضة كده اوصل الطرف ده هو كهرباء اهو، اللي هو زرار طرف البطال الاسود بخط ابيض، وهاجي المس الطرف الثاني من اللمضة ارضي وهفتح زرار البطال هلاقي كده الكهرباء عندي شغالة. يبقى كده انا اتأكدت ان الطرف بتاع البطال مرجع كهرباء لورا مظبوط ومفيش فيه اي قطع. هنيجي هنا على السلوك دي بتاعت الاكتفاير، هنشيلها خالص بالشكل ده هو، وهنلغي الاكتفاير ده خالص. تمام بالشكل ده هو، وهنجيب الاكتفاير العادي بتاع الدايون 6 العادي، وهنجيب معانا فيشة اربع طرف بالشكل ده هو. طبعا انا ما لقيتش فيشة بنفس الالوان، ولكن احنا مش هنتكلم على الانوار، هنتكلم على الالوان الموجودة في الضفيرة ومالناش دعوة باللي في الفيش. تمام كده ركبنا الفيشة الاولى، وهنيجي معانا بالفيشة التانية فيشة اتنين طرف. بالوضع ده هو هنبدأ بقى نقصر السلوك دي شوية بالشكل ده، ونسلخها وهنيجي برضو على السلوك اللي طالع من الضفيرة بالشكل ده. طبعا هنا سلوك الارض متقطع خالص زي ما انتم شايفين، وسلك البلاطه برضو، فانا هجيب طرف سلك ارض تاني واوصله مكان السلوك اللي متقطع دي تمام. جبت طرفين الارض بالشكل ده وهبدا اسلخهم واوصلهم مكانهم تمام. الطرفين دول في طرف الارض الرئيسي ده هو بالشكل ده، لف كويس خالص واتأكد ان هم موصلين معايا ارضي وجايبين ارضي كده بالشكل ده هو. انا كده عندي
الاربع اطراف او الخمس اطراف دول بتوع الاكتفاير. تمام. طبعا حد هيسألني هيقول لي ازاي انت بتوصل طرفين للاكتفاير ارضي؟ هنا الطرف اللي بيكون راجع للحساس بتاع الملف او للنابض او للفحماية، تمام، بيكون داخل له طرفين. طبعا طرف داخل ارضي ليه اللي هو الاخضر بخط ابيض، والطرف التاني بيكون الازرق، ده هو اللي راجع اهو، ده اللي راجع الازرق بخط ابيض اللي راجع من النابض او الفحماية. وهنا الطرف المفروض ان هو في طرف تاني بيكون معاه اخضر بخط ابيض بيركبوا في الاكتفاير، ولكن الطرف الاخضر بخط ابيض هنا ملغي ومتاخد مباشر اهو. هنا اهو لو جينا بصينا هنلاقي الطرف اللي نازل تحت ماشي للنابض الاخضر ده متوصل مباشر مع الضفيرة، يعني واخد الارض بتاعه من الضفيرة مباشر، ما واخدش من الاكتفاير. تمام. يبقى احنا اصبح عندنا، ركز معايا تاني، هقول تاني، الطرف بتاع الحساس عندنا الطرفين بيكونوا نازلين للحساس تحت، طرف منهم بيكون نازل له ارض من الاكتفاير، والطرف التاني بيكون راجع اللي هو بيزرق بخط ابيض. الطرف اللي بيكون واخد ارض من الاكتفاير هنا مختصرين وموصلين مباشر من الضفيرة، يعني هم عاطين الحساس ارض مباشر من الضفيرة اهو، ما مرجعليش غير السلكة الزرقاء دي بس اللي هي تركب معايا على الاكتفاير، وهم ركب لي الطرفين الارض دول، ولو انا لغيت منهم طرف ارض هيشتغل برضه الاكتفاير. كده وصلت معايا الامور، يا رب الناس تكون واخده بالها من الكلام اللي احنا بنقوله. هنبدا نسلخ السلوك دي كويس عشان نبدا نوصلها، وهقول لك ازاي نوصلها. بعد ما سلخنا السلوك بالشكل ده هو هنبدا نوصل، وركز معايا شويه في التوصيل. هنيجي هنا على الاكتفاير، هتكون تقسيمته كالآتي: عندنا الطرف اللي فوق ده في الفيشة الأربع طرف هنا اهو، هتمسك الاكتفاير كده بالشكل ده، الطرف اللي فوق ده بيكون الأزرق خط أبيض اللي هو هنا نوصله مع بعض عشان محدش يتوه معانا، الأزرق بخط أبيض اللي هو راجع من حساس الملف بالشكل ده هو. هنيجي تحت هنا في نفس الجنب اللي فيه الطرف الأزرق تحتيه على طول الطرف ده هنديه الأخضر المفروض اللي هو رايح للحساس الأخضر بخط أبيض. تمام. يبقى الطرف ده هيبقى الأزرق بخط أبيض، الطرف اللي تحتيه هيبقى الأخضر بخط أبيض، زي ما احنا قلنا الطرف ده ملغي فهنديه أرضي مباشر، وممكن منوصلوش برضه هتشتغل معانا، ولكن احنا هنوصل عشان لو حد يشتغل ورانا ميبقاش تايه في الشغل بالشكل ده هو، وعشان برضو انت تعرف نظام التوصيل ايه بالظبط. تمام. عندي بقى الطرفين في الفيشة الاربع طرف، الطرفين اللي على اليمين دول، الطرف اللي فوق ده على اليمين هنا اهو، ده الطرف اللي فوق على اليمين الناحية دي اهو، ده بيكون رايح للموبينة، سلك الموبينة اللي هو اسود بخط ابيض بخط اصفر، الاسود بخط اصفر ده السلك ده بيكون رايح لموبينة التكرير، بيوصل هنا في الطرف ده هو اللي فوق على اليمين، اوصله كده بالشكل ده هو. وعند الطرف اللي تحت منه اخر طرف في الفيشة الاربع طرف اللي هو الطرف اللي تحت على اليمين، تمام، ده هو ده بيكون ارضي سادة، الارض الرئيسي اللي جاي من الضفيرة للاكتفاير، هنوصله برضو بطرف الارض التاني اللي احنا وصلناه بالشكل ده هو. برضه هتظهر لك صورة فيها نظام التوصيل دلوقتي عشان تاخد بالك منه كويس. كده بالشكل ده هو وصلنا الفيشة لأربع طرف. يبقى عندي هنا الطرف اللي فوق على الشمال أزرق بخط أبيض، الطرف اللي تحت على الشمال أبيض بخط أبيض، الطرف اللاقط أو الأرض المباشر أو أرضي من الضفيرة لأنه هنا ملغي، الطرف اللي فوق على اليمين طرف المبينة، والطرف اللي تحت على اليمين طرف الارض المباشر اللي بيجي من البطارية للاكتفاير. اتبقى معايا كده الطرفين في الفيشة التانية، عند الطرف اللي فوق ده بيكون ملغي، ده بيشتغل بطال عن طريق الارضي،
في المكان العادي لو انت عايز تشغله ممكن، ولكن هنا ملوش لازمة معانا. هنستعمل بس الطرف اللي تحت. الطرف اللي تحت ده بيكون واخد معايا كهربا من السلك اللي جاي من البطال اللي هو الأسود بخط أبيض، بيوصل مع الطرف ده هو هنا. كده بالشكل ده هو هنوصل طرف البطال اللي هو كهربا جاية من قدام للأكتوفاير. التوصيلة دي هي نفس التوصيلة في المكان اللي بيكون شغال دائرة التشغيل فيه على الملف، نفس التوصيلة بالظبط، مفيش أي اختلاف بينهم. الاختلاف الوحيد بس في الطرف ده هو، ده بيكون جايب بيكون شغال أرض من البطال في المكان العادي. أول ما أنت بتقفل البطال بيجيب أرض، ولكن هنا ده بيجيب كهربا وأنت فاتح البطال. ساعة ما بتقفل البطال بيفصل الكهربا الإكتوفاير. كده احنا وصلنا دائرة التشغيل معانا. هنا عندنا في سلك من سلوك الشحن مقطوع بالشكل ده هو، السلك الأرضي هنوصله برضه مع طرف الأرض اللي جاي من الضفيرة. كده يبقى احنا عرفنا دائرة التشغيل، وصلنا لحد هنا. هوصل السلك ده هو تمام بتاع بلاط الشحن في الأرضي، وبستر السلوك دي وارجع أكمل معاك عشان مطولش عليك. كده اكون ظبطت الضفيرة بعد ما ظبطت السلوك، وصلت الفيشة دي كويس، وربطت وبسترت سلوك التوفاير، وظبطنا السلوك اللي كانت متقطعة هنا في الضفيرة كلها. هنبدأ بعد كده نجمع السلوك بتاعتنا. عندنا ده فيشة الشحن بالشكل ده، وعندنا دول فيشتين الاكتوفاير اللي هو مكانه بيكون جوه هنا تمام. هنفك كل العلبة دي وننزل مكانه، ولكن بعد ما نجرب بالشكل ده. ده كده منظر الضفيرة بعد ما كان، وده المنظر النهائي بعد ما قطبناها ورجعناها مكانها ورجعنا كل حاجة زي ما كانت. طبعا انا بحاول اختصر لك الفيديو على قدر المستطاع وبديك الفايدة منه، لان شغل الكهرباء طبعا بياخد وقت جامد، ولو احنا هنصور بالتفصيل مش هيكفينا ساعة ولا ساعة ونص. فانا بديك الخلاصة وانت بتتعامل براحتك، كل واحد وليه نظامه في شغله، ولكن انا اديك الطريقة وطريقة التوصيل. كده احنا خلصنا الجزء ده هو، هنرجع بقى هنا نيجي على الجزء الثاني. جزء كده خلصنا الجزء اللي ورا، الجزء الخاص بالاكتوفاير. هنيجي هنا عندنا الجزء الخاص بملف الشحن والحساس بتاع الملف او الفحمايه او اللاجط على حسب اختلاف المسمى. عندنا هنا السلوك متقطع زي ما انت شايف كده بالظبط تمام. ده السلك ده سليم، السلك الأرضي سليم، السلك الأخضر متقطع، الأزرق بخط أبيض مقطوع سلكه متوصل بطريقة عشوائية كده زي ما أنت شايف. هنبدأ إحنا نجيب كلبسات جديدة ونركب كلبستين جداد. السلك ده هو بدل العك اللي معمول فيه ده هو أهو بالشكل ده كده. دي كلبسة مفتوحة أركبها بالسلك اللي جاي من اللي طالع رايح للضفيرة، الأزرق بخط أبيض، عشان يبقوا نفس توصيلة الملف الجديد. لو حابب بعد كده يغير ملف ولا حاجة يلاقي التوصيلة جاهزة وما يقطعش في السلوك ولا يوصلها بطريقة عشوائية. خد بالك من دائرة التشغيل دي ومن نظام توصيلها زي ما احنا شرحنا، عشان ما تتوهش معاك، ولو جاتك مكنة زي كده تعرف تتعامل معاها، او لو انت معاك مكنة زي كده ضايل ستة تعرف تتعامل برضو معاها. وهنجيب هنا الكلبسة التانية، لكن هي مش نفس اللون، ولكن يفضل لو في نفس اللون متوفر خليهم نفس الانواع. ده مفيش يبقى انت توصلهم وتبقى عارف توصيلها ازاي، وما تعتمدش جدا على الالوان في شغل الكهرباء. اهم حاجة عندك مقاسك، اللمضة اللي بتقيس بيها، فما تعتمدش جدا قوي على الالوان يعني. ونوصلهم كده مع بعض بالشكل ده. كده احنا خلصنا الجزء ده هو، باقي معانا ان احنا نبستر الجزء ده كله ونرجع الوضع زي ما كان، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. هبستر الجزء ده هو واظبط المكان الضفيرة عشان ما اطولش عليكم برضو وارجع اكمل معاكم.
كده بعد ما رميت الجزء ده من الضفيرة اهو وظبطته مكانه، وصلنا السلوك اللي كانت متقطعة وركبنا لها كليبسات بالشكل ده اهو. طبعا هنا لسه احنا هنربط ده بجفزان، هنا السلك ده هو كله بجفزان، ولكن بعد ما نشطب خالص بقى معايا الجزء اللي قدام من الضفيرة. الجزء اللي قدام ده هو زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ نلمه ونوصل السلوك ببعضيها. تمام، اهم حاجة واهم نقطة في شغل الكهرباء انك انت تعرف نفسك بتوصل ايه، وخصوصا السلك ده هو بس كل سلك تجيه مع الراي جوه الضفيرة قبل ما تلمها، عشان مفيش حاجة تلمس في بعضها وتعمل معاك مشكلة وانت كده ما عملتش حاجة. كل السلوك اللي بايظة دي هنبسترها كل واحد على حدة، كل تجميع واحدة. وهنا عندنا سلكتين الكونتاك بالشكل ده هو، هنفصلهم برضو ونظبطهم ونرجعهم لطبيعتهم اهو بالشكل ده. هنفصل السلوك دي كويس، نفصلها خالص. تمام، دول سلوك الكونتاك اللي جايين تحت من الضفيرة، من المفترض ان هما بيركب لهم فيشة، فاحنا هنركب لهم فيشة اتنين طرف على الطرفين دول بتوع الكونتاك، وطبعا الطرف التالت احنا لغيناه، وهنركب فيشة هنا بحيث ان كل حاجة تبقى راكبة مكانها مظبوطة. هجيب عندي فيشة، فيشتين زي كده اتنين طرف، واحدة دكر وواحدة انتاية. هبدأ اركب واحدة هنا فيهم، اركب الدكر دي فوق هنا بالشكل ده كده. عشان الشغل يبقى متناسق مع بعض ومظبوط ومفيش منه مفيش فيه اي مشاكل، تبقى كل السلوك ملمومة ومفيش سلوك معايا مع الراية خالص. وهبدأ أبستر الطرف اللي انا وصلته بالشكل ده هو. بعد كده هبدأ أركب الطرف الثاني، الطرف الأسود بتاع الكونتاك اللي بيكون راجع من الكونتاك بالشكل ده هو. وهبدأ أبستره برضو واحده الأول، وبعد كده أجمعهم مع بعض. كده بالشكل ده هو. هاجي بقى على الفيشة التانية، الطرفين اللي بيكونوا طالعين من الضفيرة، اخد مقاسهم بالظبط، بعد كده اعرض السلوك بالشكل ده هو. وهاجي على الفيشة بتاعتي برضه بنفس النمط، اعرض السلوك بتوعها بالشكل ده. هركب الفيشة في دي واظبط الطرفين على بعض. طبعا انا ماليش دعوة بالوان الفيش، انا واخد بالالوان اللي جاية من الضفيرة. يبقى ده كده عند الطرف ده، الطرف ده الاسود اهو، يبقى هنا اوصله مع الطرف الاسود. وابدأ برضه بستره بعد كده عند الطرف الاحمر، وبصله برضو مع الطرف الاحمر. بالشكل ده هو. وابدأ ابستره.
ايه ده، جرب استارته وظبطت ركبت فيشه للكونتاك، اتبقى معايا باقي تجميع الضفيره. هبستر السلكين دول بتوع البطال، وهبستر السلوك اللي مع الرايه دي، والم الضفيره كلها مع بعض، وبعد كده ارجع اكمل معاكم تاني نشوف هنعمل ايه بعد كده. كده نكون خلصنا، وضبنا الضفيره من قدام وركبنا الفيشه بتاعتنا، ولمينا السلوك دي كلها، ولمينا كل السلوك اللي متقطع في الضفيرة ورا وقدام، وظبطنا الدنيا. باقي معانا دلوقتي ان احنا نجرب الشرزة بتاعة البوجيه ونشوف هل الشرزة اشتغلت ولا لسه في مشاكل تاني معانا. خلينا نروح نجرب الشرزة ونشوف. هنيجي هنا ناحية البوجيه، نبدأ نفك الفيشة دي الموبينة بيبة البوجيه، ونبدأ نجرب الشرزة بتاعتنا ونشوف هل الشرزة شغالة ولا لسه في مشكلة تاني معانا. مثلا نسمي لها كده ونجرب. كده لاحظ هنا ممكن اخد غير بس فك الغير بتاعها. لاحظ كده معايا لاحظ كده الشرزة كده الشرزة اشتغلت معانا. كده يكون وصلنا دائرة التشغيل وشغلنا الكهرباء كلها، والكهرباء معانا مظبوطة. بقى معانا ان احنا ندور المكنة تمام، وبقت معانا حاجة تاني ان احنا نقيس بلاط الشحن ونقيس الملف بتاع الكهرباء، ولكن ده ان شاء الله هنقيسه في الفيديو القادم عشان ما نطولش عليكم في الفيديو ده. هدور المكنة وان شاء الله استنونا الفيديو القادم نقيس بلاط الشحن مع بعض عن طريق الافوميتر وعن طريق اللمضة العادية، ونقيس الملف ونعرفكم القياس المظبوط بتاعهم. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، ولايك للفيديو عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.